السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة عالم عواطف. وكنبغي نرحب كذلك بالناس اللي كيشوفوا القناة ديالي لأول مرة، وكنقول لهم ما تنساوش تشتركوا معايا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، صابوني أسفل الفيديو وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم شوربة بالخضر. هاد الشوربة اللي هي صحية ومفيدة وغنية جدا للكبار والصغار، والطريقه اللي هي بسيطه وسهله ويمكن اي سيده انها تصوبها بسهوله في البيت. ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. لهاد الشوربه او لاسوب او صوبه كما كنقولوا لها، غادي نحتاج فقط الخضر كما كتشوفوا. ما غنستعمل لا لحم لا حوت لا دجاج، غنكتفي فقط بالخضر. كما كتشوفوا عندي هنا ثلاثة ديال الحبات ديال الكوسة أو القرعة الخضراء، عندي هنا واحد الخمسة ديال الحبات صغار ديال الجزر أو خيزو، واحد الحبة ديال البصلة، البرو كما كتشوفوا، اللفت حبة واحدة. أنا بالنسبة لي ما كنكترش اللفت بزاف، كنكتفي فقط حبة واحدة. واحد الحبة ديال المطيشة أو الطماطم، جوج الحبات ديال البطاطس. هنا عندي واحد 4 ديال المعالق ديال زيت الزيتون. بالنسبه للعطريه انا ما كنستعملش العطريه بزاف في الشوربه، عندي الملحه، نص معلقه صغيره ديال الزنجبيل، وواحد المعلقه صغيره ديال الخرقوم. وهنا عندي القزبر ومعدنوس مقطعين فرومين كما كتشوفوا. اول حاجه غادي نعمل، غادي ندوز نقطع هذا الخضار، غنقطعها فقط دوائر هكذا حيت في الاخير انا غنطحن كل شيء. قطعها هكذا، غنقطع هذا الخضر كامل اللي عندي، صافي على هذا الشكل. هذا غادي نكمل التقطاع ديال هذا الخضر كامل اللي عندي ونرجع لكم. الخضر ديالي كما كتشوفوا انا قطعتها كامله على هذا الشكل دوائر هكذا. هنا عندي الخيزو، بطاطا، القرعه، البرو، البصيله، اللفت ومطيشه، قطعتهم هكذا. دابا غنوضع هذا الشيء كله في الكوكوط. صافي نحط كل شيء في خضرة واحدة، طريقة سهلة ودغيا كتوجد. غادي نضيف قلنا واحد 4 معالق ديال زيت الزيتون، غنضيف هنا الملحة، نص معلقة، قلت نص معلقة صغيرة ديال سكينجبير، وواحد المعلقة ديال الخرقوم، كبروا معدنوس. صافي مباشرة بعد ما وضعت الخضرة ديالي كاملة مع العطرية كنغطيها بالماء، ما كنحتاج لا نشحرها ولا حتى حاجة، مباشرة كنغطيها بالماء مزيان حيت هذا الماء هو اللي غنطحنوها فيه. صافي غنسد عليها الكوكوط، غادي نخليها طيب واحد 10 دقايق حتى ربع ساعة، ما كتاخدش بزاف ديال الوقت. صافي ومن طيب الخضرة ان شاء الله نرجع عندكم. كما كتشوفوا الخضره ديالنا ها هي طابت، غنعين عليها تبرد شي شويش وعاد ندوز نطحنها. بعد ما بردت هذه الخضيره كما كتشوفوا، دابا غادي ندوز نطحنها في الخلاط الكهربائي. غنطحنها في هذا المريقه اللي بقات فيها. صافي
صافي راه نحلها غادي نخويها هنا ونكمل حتى نسالي هاد الخضيره كامله اللي عندي. صافي انا كملت الخضيره ديالي كامله حنتها كامله كما كتشوفوا ها هي كيفاشي. دابا غادي نشعل عليها البوطه نخليها يطلع فيها الغليه شي شويه يتغلي ونطفي عليها. هذا هو الشكل النهائي للصوب ديالنا كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا كتجي لذيذه وغنيه جدا وصحيه. انا قدمتها مع شويه ديال التمر كما كتشوفوا. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك. والناس اللي كيشوفوا القناه ديالي اول مره كنقول لهم اشتركوا معايا في القناه بالضغط على زر الاشتراك اسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء مع فيديو جاي ان شاء الله.